اخبار اليوم لتاني مرة نميمة أورد، الحمد لله رب العالمين على السنة التانية على التوالي يعني. والحمد لله رب العالمين، أنا بشكر جمهوري اللي صوت لي، واللي رغم وجودي في الفترة اللي فاتت دي بحملي وانشغالي بولادة وكذا، بس هو شايل لي طبعا رصيدي والحمد لله رب العالمين، مرسي جدا له، ودايما أبقى تحت حسن ظن يا رب. لا أنا هو الأمومة والفن هو تعب إن أنت توازن بين الاتنين، بس بتبقى متعة في نفس الوقت يعني. أنا ساعات كتير جدا ما بنامش، وبيحصل لي طبعا حاجات مش تمام في صحتي وكذا، بس انا مهمتي الاساسيه ان انا ام وان انا زوجه في البيت، فده انا الحمد لله رب العالمين محافظه عليه جدا جدا جدا. ولما بيبقى عندي شغل بنزل اعمل شغلي وارجع، الا كافيه بقى ولا شلاليه ولا اي حاجه من دي، حتى تلاقي الموضوع بالنسبه لي انا، حتى الناس ايه ممكن تقدر تقول الناس بتنساني إلى حد ما يعني. الناس حتى لما تخش مسلسلات، حتى لما تخش أفلام، تلاقي الناس شايفة اللي قدامها وأمينة دي كأنها مش موجودة، رغم إن هم لو خبطوا عليها أقول لهم أهلا وسهلا يعني. بس عادي يعني. أنا بعمل ألبوم اخترت منه 4 أغاني تمام، وهم إن شاء الله بإذن الله 10 أغاني مش أكتر إن شاء الله بإذن الله. طبعا محمد عبد المنعم ده أول حاجة، محمد البوغة، ملاك عادل، محمد راجح طبعا، واستاذ محمد رحيم، وناس كتير جدا، وائل توفيق كلمات، واحمد علي موسى كلمات، كل الناس، محمد يحيى الحان، كل الناس. انا السنه دي الحمد لله رب العالمين كل الناس انا عامله معاهم شغل الحمد لله. والله لا هو الموضوع مش موضوع عائد مادي بالنسبه لي، انا عاوز اعمل حاجه لان انا بقالي مده ما عملتش حاجات كتير، فانا لو عملت سنجل دلوقتي بعد فتره الغياب دي اقول لك يعني هو عدنا سنه ولا سنتين عشان في الاخر سنجل، فشكلها ما تبقاش حلوه مش ظريفه يعني. فانا عامل لهم بقى ايه لوكه كده، البوم بقى كده ان شاء الله باذن الله، ان شاء الله باذن الله، والله العظيم ان شاء الله باذن الله.